اعتادت فرجان البحرين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك على خروج أبنائها لوداع هذا الشهر الفضيل بأهازيج تعبر في مضمونها عن لوعة فراق شهر رمضان. هذا الموروث الشعبي تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، فالفرجان في البحرين لازالت تحافظ على هويتها وتحرص على إحياء ليلة الوداع في أواخر أيام الشهر الفضيل. يا لوداع يا لوداع كلمات وأهازيج وألحان شعبية يرددها أبناء الفرجان في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، يعبرون فيها عن حزنهم لفراق شهر رمضان بأيامه ولياليه الجميلة. الموروث من قديم الزمان يعني مو منتهي، وال ما يتواجد في دول الخليج إلا في البحرين فقط، وبعض المناطق يعني بالبحرين هني تحيي ذي الأماكن، يعني مثل الحد عندنا إحنا من قديم الزمان كانت من أفضل الموروث اللي يسوونه في الحد بالضبط. عندك محرق يسوون، عندك الرفاع يسوون، أم الحصم يسوون، يعني شامل البحرين تقريبا كلها. يعني إحنا نسمع طق الطار في وين حق الوداع، من داعوس لداعوس، انت لا بق وين متى بيطلعون، يعني نحسب له حساب، يعني الوقت الساعه كم بيطلعون، الساعه كم بيخلصون، امه لا اله الا الله كلها وراها. هذا الموروث الشعبي الذي تتناقله الاجيال جيلا بعد جيل أصبح محطة مهمة لدى أبناء البحرين، حيث يحرص على المشاركة فيه الصغار قبل الكبار. محافظين على التراث الشعبي البحريني الأصيل، ويونا من برا على البحرين بس حق هذه الوداع اللي يحبون يشاركون معانا في الوداع هذه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا حريصين على هذا الفن، فن البحريني، فن من أجداد أجدادنا. ليلة الوداع هي ليلة تراثية بحرينية أصبحت محطة اهتمام من قبل أبناء الخليج، حيث يزورون المملكة في هذا التوقيت للمشاركة في هذا الموروث الشعبي. للأمانة سنويا نحرص على حضور الوداع، يعني ونشكر صراحة الفرق الشعبية الموجودة على حرصها على التراث الجميل هذا، إحياء التراث والحفاظ على الموروث الشعبي، وإن شاء الله يستمرون للأفضل بإذن الله. إن شاء الله الوداع هو ذي موروث شعبي تورثناه من الأجداد، يعني كنا صغار كنا نشوف بهاتنا وجدودنا يطلعون الوداع، وهنا تورثنا هذي وتعلمنا منهم هذي، يعني ما حد محافظ فيه عليه إلا البحرين. لوعة فراق رمضان كبيرة، فهذا الضيف ننتظره بالحب والفرح ويغادرنا على عجل حاملا معه أيامه الجميلة وذكرياته الرائعة، فنودعه آملين أن نعيش تفاصيله مجددا في الأعوام القادمة. بكلمات معبرة تتسلل إلى أعماق القلب تحرك المشاعر، خرج أهالي البحرين يجوبون الفرجان لوداع الشهر الفضيل، مرددين الأناشيد القديمة الخاصة بالوداع التي تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.